النقاب عكس تماما طبيعه التربيه اللي اتربيتيها والحياه اللي عشتيها. هو انا خلي بالك انا بالنسبه لاهلي القصه دي كانت كلها على بعضها. ايوه بصي انت عارفه ان انا اغلب الحاجات اللي حصلت معايا كانت بسبب بصراحه يعني ويا ريت الناس تصدقني ودي كانت حاجه من قلبي فعلا. شفت رؤى كتير رؤى كتير وكانت في المرحله دي ولما موضوع النقاب ده كان ده اكشلي وانا في لما كنت في العمره اول عمره اعملها ده بعد ده في زمان قوي لما كان عندي 23 سنه كنت كل ده عايزه اقول لكم انا عندي 23 سنه يعني الوقت ده. فحسيت ايه ده انا اصلا ما كنتش عارف حاجه عن ولا النقاب ولا الحجاب ولا ده ولا كان في بالي القصه دي كلها. الرؤى اللي انا شفتها هي اللي خلتني احس الحاجات دي. ايه الرؤى اللي كانت بتجيلك؟ يعني ممكن اقول لك بس يعني لا قولي بالعكس قولي. لا يعني مع يعني شفت حاجات كتيره منها بلاش يعني الحاجات دي قوي دلوقتي. كنتي حابه النقاب؟ جدا. ما كنتيش محبوسه وراه؟ ما كانش كتير عملته يعني بقناعه يعني عملته ومش مؤمنه انه فرض. كنت مؤمنه انه فرض عارفه ان هو حاجه تطوعيه بس انا كنت حابه الاحساس وقتها. انا كنت صغيره خلي بالك برضو وقتها بس كنت حاسه ان هو بيخليكي تحسي انت كده لوحدك كده يعني مش مع ربنا كده لوحدك.